أعرب أسرى محررون عن سعادتهم لنيلهم حريتهم ولخروجهم من سجون الاحتلال بموجب المرحلة الرابعة من اتفاق التهدئة. وتجمع أقارب وأصدقاء حول حافلة على متنها أسرى فلسطينيون محررون في مدينة رام الله بالضفة الغربية للاحتفال بالإفراج عن ذويهم. مش حاسة اني عن جد بالحرية، انا بتخيل اني بحلم، لانه الاشي يعني صار بقدرة رب العالمين معجزة. هاي اللي صار معجزة عن جد، رغم انه يعني اجى بحر دم، بس معجزة خروجنا من السجن. الحمد لله رب العالمين، نتمنى الحرية للجميع، رحمة ربنا تشمل اولادي اثنين واخويا وجميع الاسرة، جميع الاسرة. بالرغم من الفرحة الا انه منقوص، وفي غصة في القلب، في غصة في القلب انه إفراجهم وإخلاء سبيلهم أجا على ثمنه غالي جدا. الثمن عندك 20,000 شهيد، عندك 50,000 جريح أو 60,000 جريح، عندك مئات ألاف المنازل المهدمة، عندك 1.5 مليون مهاجر. الثمن غالي جدا جدا جدا. والحمد لله، شعور لا يوصف. الحمد لله رب العالمين. أنا بتشكر المقاومة اللي قامت على هذا الشيء، والحمد لله، ويرحم أمة شهدائنا إن شاء الله.